المطربة الأمريكية المثيرة للجدل ليدي جاجا بخطوبتها رسمياً للممثل الأمريكي تايلور كيني الأسبوع الماضي في حفلة صغيرة بمطعم تارتوريا جوان اللي بتملكه وتديره عائلة جاجا. ونشرت جاجا صورة ليها وهي ماسكة إيد خطيبها ولابسة خاتم الخطوبة اللي أخذ شكل قلب بإصبعها. النجمة أنا كندريك لعبت دور البطولة في الفيلم الغنائي بيتش بيرفكت بالإضافة إلى فيلمها إنتو ذا وودز مع ميرل ستريب. معلومات أكتر عن أنا في الفيديو اللي جاي. نجمة الغناء أنا كندريك كشفت أنها ستشترك في الأداء الخاص في حفل الأوسكار قرب نهاية شهر فبراير. اكتسبت أنا شهرة كمغنية وممثلة منذ لعبت دور البطولة في الفيلم الغنائي بيتش بيرفكت إضافة إلى فيلمها الجديد إنتو ذا وودز مع ميرل ستريب. رشحت كندريك لجائزة أوسكار عام 2009 عن فيلمها أب إن ذا إير، وقد رشحت لجائزة توني كأفضل ممثلة في فيلم موسيقي عام 98 وكانت في سن 12، لذا فهي تألف حفلات الأوسكار والحفلات الغنائية. ما من تفاصيل بعد عما ستؤديه أنا أو عمن سيشترك معها في الأداء، لكن يمكننا القول بأن التدريبات من أجل المناسبة الكبيرة قد بدأت تحضيراً للثاني والعشرين من فبراير في مسرح دولبي في هوليوود. كندريك هي أحدث من تمت إضافتهم إلى قائمة طويلة من النجوم الذين سيحضرون حفل الأوسكار لجعله أكثر تميزاً عما هو عليه، فقد أكد كل الفائزين العام الماضي أنهم سيكونون هناك لتسليم الجوائز هذا العام. من أهم الأفلام اللي شاركت في مهرجان برلين الأخير واللي اختتمت فعالياته في 15 فبراير فيلم Queen of the Desert، وهو فيلم تاريخي بطولة داميان لويس وجيمس فرانكو ونيكول كيدمان وروبرت باتنسون. الفيلم ده رغم ضخامته اتفاجئ صناعه بحالة من الرفض بين الجمهور ليه، وده كان صدمة كبيرة طبعا. في التقرير اللي جاي هنعرف حكاية الفيلم ده وردود الأفعال الغريبة اللي حصلت بعد عرضه. بدأت فعاليات مهرجان برلين 65 للأفلام ويستمتع النجوم بكل لحظة منه. واحد من الأفلام المنتظرة هذا العام فيلم فيرنر هيرتزوغ Queen of the Desert، وهو فيلم تاريخي من بطولة داميان لويس، جيمس فرانكو ونيكول كيدمان. Which was fine, Nicole. I said to you, can you ride? And you went a little bit. I said, do you feel safe? And you went, let's just go for it. Which was basically what we did through the whole film, was just go for it. Werner is everything you think he is. He's intellectual and poetic, artistic. He's a man of enormous, passionate enthusiasms, appetites. I think the desert was not filmed like this before. We filmed in a real sandstorm. لكن لم يحب الجميع الفيلم كما كان متوقعا. فقد قطع العرض الأول للفيلم فرد كثير الانتقاد من الجمهور. And we had a strange incident. There was this one perturbed man who stood up and yelled, you are in favor of Islam and shame on you, and then he left. God will punish you. God will punish you because we are... They are killing Jews. على الرغم من أن أحداث الفيلم تدور في الشرق الأوسط، إلا أن هيرتزوغ يصر على أنها قصة حب فحسب. We shouldn't squeeze the film too hard to get into any political controversy of today. بالنسبة إلى ديميان، أفضل مشهد في الفيلم هو المشهد الذي تم اقتطاعه. I had a long kissing scene with Nicole. That got cut. I don't know if that's because I wasn't a very good kisser or not, but I enjoyed filming it. ودلوقتي تعال نروح في جولة سريعة بين أهم الأفلام العالمية ونتعرف على أحدث الأخبار في الموفي مانش راوند أب. يلا نشوف. اطلعوا على أحدث أخبار الأفلام في موفي مانش راوند أب. بعد ترشيحه الأحداث لجائزة الأوسكار عن أمريكان سنايبر، يبدو أن برادلي كوبر يبحث عن مشروع جديد. الفيلم المستوحى من رواية أورفن أكس ما زال في المراحل السابقة للإنتاج، لكن قيل أن كوبر سينتج الفيلم وقد يلعب فيه دور البطولة. تركز القصة على رجل يساعد الآخرين في حين ينغمس في عالم من العبودية يديره محقق من شرطة لوس أنجلوس. أنجلينا جولي منشغلة أيضاً بعد Unbroken، فقد أخرجت ومثلت في By the Sea مع زوجها براد بيت، ويبدو الآن أنها ستنضم إلى عالم مارفل، لكن لسوء الحظ لن ترتدي زي بطلة خارقة. يقال أن أنجي ستخرج فيلم كابتن مارفل التالي، والمقرر إصداره عام 2018. وبمناسبة الحديث عن Unbroken، نجمه جاك أوكونل وافق على العمل في فيلم جودي فوستر الجديد Money Monster. صرح جاك بأنه على الرغم من قبوله الدور قد ينتهي به المطاف يلعب شخصية الشاب الغاضب المعتادة، لكنه لم يستطع التغاضي عن الفرصة للعمل مع جورج كلوني. يقال أن جوليا روبرتس قد تعمل في الفيلم أيضا، لكن ما من تأكيد على ذلك بعد.